ندوة اليوم حول مشروع قانون المسطرة المدنية. المشروع يطرح لنا في مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب ومن خلالها جميع المحاميات والمحامي المغاربة يطرحوا أسئلة كثيرة. هل هذا المشروع يجيب عن تساؤلات المتقاضين، المواطن المتقاضي؟ ما مكانة المحامي في هذا المشروع؟ هل هذا المشروع يمتثل للمرجعيات والمرتكزات الكبرى في البلاد؟ أولها دستور المملكة، ثانيا خطب ورسائل جلالة الملك، ثم ثالثا الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب، وأيضا توصيات الميثاق الجديد، ميثاق التنمية الجديد. نعلم جميعا أن اليوم مهنة المحاماة في المغرب تمر بما تمر منه، أقولها بأزمات تشريعا وممارسة. هل اليوم المحامية والمحامي في المغرب مؤهل لكسب الرهان مع المحامي الأجنبي؟ هل يشتغل في إطار منظومة قانونية تسعفه للقيام بهذه الأدوار؟ المغرب اليوم فتح أوراش الكبرى على المستوى المالي، على المستوى التجاري الاقتصادي. ماذا قدمنا للمحامي؟ وأنا معك سيد ناقب هيئة المحامين بالرباط، اليوم سننظم كأس العالم، الآخر يطلبنا بمده بالقوانين، قوانين المسطرة المدنية وربما المسطرة الجنائية وقانون المحاماة أيضا. ما وضع المحامي في بلدنا اليوم؟ من حقنا أن نتساءل عن مكانة المحامي. مشروع قانون المسطرة المدنية مع كل أسف، هذا قراءات جميع المحاميات والمحامي المغاربة، ضيق كثيرا من مجال عمل المحامي. وليس هذا فقط، ربما في اعتقادنا سوف يكون ربما قد يعرقل الولوج المستنير للعدالة بالنسبة للمواطن وبالتالي النجاعة القضائية. كيف ذلك؟ اليوم وزارة العدل دخلت حقيقة في أوراش كبرى، بما في ذلك ورش رقمنة المساطر، وهذا شيء جميل. هل يمكن لهذا المواطن أن يلج العدالة وهو لا يحسن ولا يتقن ولا يفهم في القوانين ولا في طريقة هذه المسطرة الرقمية؟ قلنا ولازلنا نقول بأن المفهوم الجديد للعدالة وفق الرؤية الملكية وهو أن جعل القضاء في خدمة المواطن، هذه الرؤية الجديدة لمفهوم العدالة بالمغرب، جعل القضاء في خدمة المواطن. ونعلم جميعا أن المواطنين فئتان، فئة تملك من القدرات المادية والمالية ما يمكنها من الاستشارة القانونية ومن أداء أتعاب المحامي، وفئة أخرى لا تملك مقابل الاستشارة ولا مقابل أداء أتعاب المحامي. هؤلاء قلنا في جميع اللقاءات والندوات والطلبات أن المحاميات والمحامي المغاربة مستعدون للنيابة على الذين لهم إمكانيات مالية والذين ليست لهم إمكانيات مادية في إطار المساعدة القضائية، لنضمن الولوج المستنير للعدالة.
هل هذا القانون يؤسس لمحاماة قوية؟ القانون المشروع الذي يقلص بشكل رهيب مجال عمل المحامي لا أعتقد أنه يقوي مهنة المحاماة في سياق وظروف سياسي واقتصادي ودولية تحتاج إلى الرفع من مكانة المحامي. المنظومة القانونية حاليا بالمغرب، كنت أتكلم مش غير عن قانون المسطرة المدنية، معظم القوانين لا تؤهل المحامي ليكون في مستوى تطلعات المواطن وتطلعات المحاميات والمحامي المغاربة، بدءا من قانون مهنته الذي تضمن مجالا للعمل محصورا. وتأتي المسطرة، مشروع المسطرة المدنية ليزيد بتضييق هذا المجال. ولا أخفي عنكم أنكم بالاطلاع على المنظومة القانونية في مختلف فروع القانون ستلاحظون أن المحامي يشتغل في ظل نص متأزم لا يوفر له الإمكانيات والطرق والكيفية التي يؤدي بها أدواره. هذا المشروع اليوم سؤال عريض وسوف تجيب عنه المداخلات ومناقشة الندوة. هل هذا القانون يؤسس لمحاماة في مستوى تطلعات البلاد؟ وربما القوانين أخرى آتية، قانون المسطرة الجنائية، قانون الجنائي وغيرها من القوانين اللي الآن سترى طريقها إلى البرلمان. أعتقد أن المكانة الاعتبارية للمحاماة لليوم، السيد الوزير، المحاماة وصلت درجة الهشاشة، مما أدى إلى أنها مجموعة من العوامل تنغص عليها أداء أدوارها، وربما في بعض الحالات لا تستطيع مواكبة الحياة اليومية. ولذلك فمجال عمل المحامي، هو آلية، هي وسيلة لتحصين مهنة المحاماة، فضلا طبعا عن التكوين والتكوين المستمر الذي نمد لكم يدنا للتفكير فيه والتعاون بأجله. نحن دائما المحاماة في تاريخها تؤدي خدمة عامة. المحاماة في الأبجديات السياسية هي مرفق من مرافق الدولة، ولكن طبيعة هذه المهنة المرتبطة بالحقوق والحريات وهي الحاضنة لمختلف القوانين من حيث تأطير المساطر وتأطير الحقوق جعلها مستقلة في إطار الديمقراطية وفي إطار القواعد العامة التي تؤسس لمجتمع ديمقراطي. ولذلك فإن المحاماة هي محامة مواطنة، المحامي مستقل في مهنته في رسالته، ولكنه فرد داخل الدولة، وإحساسه بوطنيته والدفاع عن وطنيته هذه من الأبجديات ومن المبادئ الكبرى التي تقوم عليها رسالة المحاماة. العديد من النقاط لا أريد أن أستبق فيها الكلام، هي مرتبطة بما جاء فيه مشروع قانون المسطرة المدنية. كما قلت
سواء تعلق الأمر بالمرتكزات أو المرجعيات. السؤال المشروع، ولا بد أن السادة المتدخلين والسادة الزميلات والزملاء والحضور الكريم سيتناولونه بتدقيق. السؤال: هل قانون المسطرة المدني الحالي في حاجة إلى تعديل؟ إعداد قانون جديد، ما هي الإضافات التي جاء بها هذا المشروع؟ بلا شك أن تغيير السياق، تغيير الأوضاع، دواعي العدالة، دواعي العملية القضائية تقتضي تدخلا تشريعيا لإصلاح ما يمكن إصلاحه وإضافة ما يمكن إضافته، ولكن هذه المقتضيات هل داعية إلى تغيير هذا العمود الفقري للتقاضي؟ مشروع قانون المسطرة المدنية الذي هو قانون كما قلت عمود فقري للتقاضي، بحيث أنه ينظم كيفية اللجوء إلى العدالة وإجراءات ذلك، وحددوا الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، والاختصاص القضاء الدولي وغيرها من القضايا والأحكام التي يتضمن هذا القانون. ثم هل هذا القانون من حيث تجانس التشريعي، هل قانون مشروع قانون المسطرة الجنائية يسبق قانون المحاماة كقانون الموضوع؟ قانون المسطرة المدنية، مشروع المسطرة المدنية يتضمن اختصاصات المحامي الآن، ولكن لازلنا ننتظر مناقشة وظهور قانون مهنة المحاماة الذي يحدد مهام مجال عمل المحامي. أعتقد أن قانون الموضوع يسبق الشكل، يسبق قانون المسطرة الجنائية.